آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأها بالعناوين: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا وسط إجراءات أمنية وأخرى استثنائية لفائدة بعض الحالات الخاصة. انتشال 69 جثة في حادثة غرق مركب للهجرة غير القانونية، ولقاءات مكثفة في قرطاج تشدد على التحقيق في الفاجعة وتبحث في الوضع الأمني بصفاقس. جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وبيان ختامي حول المساعي الأممية الرامية إلى تعزيز الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. توجه الأربعاء أكثر من 132 ألف تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، دورة تتواصل إلى غاية 13 من الشهر الجاري، وترافقها إجراءات استثنائية جديدة اتخذتها وزارة التربية. بين الإحساس بالخوف والشعور بالارتياح والفرح، تباينت حالات التلاميذ قبيل الدخول للقاعات والانطلاق في أولى الاختبارات، اختبارات استعد لها العاملون بمعهد بشير النبهاني بحمام الأنف، فتجندوا أمام باب المعهد وداخله لتنبيه التلاميذ وتذكيرهم بالإجراء المتعلق بعدم استحاب الأجهزة الإلكترونية إلى داخل مركز الامتحان. حاجة بيه معناها باش تكون معناتها الامتحانات باش تعدى بالقديم، فماش غش على الاقل هكا، معناها كل واحد معناها ينجح بمستوى الحقيقي، واللي معناها ما ينجحش هكا معناها هذاك هو النيفو نتاعو خير، خاطر يمشوا الفاك ياسر معناها ضعاف. قلقنيش عادي، احنا جايين باش نعديو اون فيت، معناتها ماناش باش نجبدوا تليفون ولا نورمال. يخدم قرايه عام كامل معناها جست يخدم دفور بمخه ويخرج على روحه، وديسبلين باهر، اي حاجه فيها ديسبلين ديما تمشي منظمه باهر. ان شاء الله ربي يوفقنا وينجحنا الكل، ان شاء الله ان شاء الله البرسنتاج العام هذا يكون اعلى من الاعوام الاخرى. بعض المترشحين كانوا مرفوقين باوليائهم الذين اختلطت مشاعرهم ولم يبخلوا عليهم بالدعوات. انا زعما شدد روحي وكا هو شدد روحك والله رافع لها المورال شويه. عشنا نجم هنا يا بنت هي عادي جدا كما الاقسام الاخرى بالنسبه لي نحن، وهيك هي ان شاء الله، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. نهار مبروك سعيد ان شاء الله بالتوفيق، وربي ينجحهم وربي ينجح بنيتي يا عز ما عندي. رئيس الحكومة يوسف الشاهد واكب انطلاق الاختبارات بالمعهد رفقة وزير التربية حاتم بن سالم. استعداد على أتم ما يرام من طرف الحكومة وزارة التربية من الناحية اللوجستية، من الناحية الأمنية، من الناحية البيداغوجية. كان هناك ترتيبات مهمة لمقاومة الغش هذه السنة، ومعناها الآلات الإلكترونية وقع منها في القاعات. إن شاء الله معناها بعد ربما الصعوبات اللي مرت بها السنة الدراسية هذه يقع تتويج هذه السنة بنجاحات مهمة لأولادنا. وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا في 24 من شهر جوان الجاري، فيما تنطلق دورة المراقبة في 26 من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن نتائجها في 7 من شهر جويليا المقبل. في الشأن الأمني، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء وزير الداخلية لطفي إبراهام من مهامه. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم تكليف وزير العدل غازي جريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة. وفي حادثة غرق مركب للهجرة غير القانونية بسواحل قرقنا تتواصل عملية البحث عن مفقودين، ونتيجة للأبحاث والتحريات في الحادثة تم إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم. في عرض سواحل جزيرة قرقنا ما تزال عملية البحث جارية عن مفقودين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية، حيث ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 69 جثة إلى غاية مساء اليوم. تطورات هذا الملف كانت اليوم أحد محاور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، إذ تناول الجانبان الوضع العام في البلاد وخاصة الأوضاع الأمنية ومستجدات التحقيقات في هذه الفاجعة. هذه التطورات بحثها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، إذ تم التطرق إلى الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وتقدم التحقيقات في ملابسة حادثة غرق المركب والجهود المبذولة للبحث عن ضحايا هذه الحادثة الأليمة.
وخلال اللقاء تم أيضا استعراض التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية ومراقبة الجوف القاري والتصدي لكل أنواع الأعمال غير الشرعية عرض السواحل التونسية وبأعالي البحار. وفيما تتواصل عمليات البحث تفتح تحقيقات في الحادثة، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تولى اليوم فتح بحث تحقيقي حول ما راج من وجود تواطؤ أمني في عملية الإبحار خلسة التي جدت في الليلة الفاصلة بين الثاني والثالث من جوان الجاري والناجم عنها الموت طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها في وقت سابق إعفاء 10 مسؤولين أمنيين من ولاية صفاقس من مهامهم نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية حول الحادثة، فيما ما تزال الأبحاث العدلية والإدارية جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض حسب نفس المصدر. الوضع السياسي الراهن وسبل تجاوزه في أقرب الأجال وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر قرطاج. تم تأكيد خلال اللقاء على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الأفضل على قاعدة البرامج والخيارات المشتركة. قال المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين نجم الدين جويدة في مؤتمر صحفي، قال إنه سيتم رفع الإضراب في حال تعهدت الحكومة بالترفيع من ميزانية وزارة التعليم العالي في أفق 19 و2000. قبل يوم من عقد جلسة تفاوضية منتظرة بين ممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين المعروف اختصارا بإجابة، عقد أعضاء الاتحاد مؤتمرا صحفيا يحملون فيه ما وصفوه بمسؤولية إجهاض المسار التفاوضي إلى وزارة الإشراف، ويعبرون عن استعدادهم لحل ما عرف بأزمة الامتحانات في عدد من المؤسسات الجامعية رهن توفر عدة ضمانات. أن يكون هناك تعهد من رئيس الحكومة بترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي ب1% من ميزانية الحكومة، نعتبر هذا طلب ليس طلبا مشطا، لأنه يدخل في إطار اعتبار الجامعة والبحث العلمي أولوية، في إطار إمكانية احترام سلم التأجير بالنسبة للأساتذة الجامعيين، وأيضا في إطار فتح المناظرات لانتداب الدكاترة المعطين العمل الذين يعدون 5000 دكتور معطى العمل. المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين قال أيضا أن وزارة الإشراف لم تتفاعل إيجابيا مع مطالب الاتحاد، وقامت وفق توصيفه بالعديد من المغالطات. وعن سؤال يتعلق بمسير الطلبة الذين لم يتسنى لهم بعد إجراء الامتحانات أوضح نجم الدين جويدة، هناك أساتذة جامعيين رهائن منذ شهر جانفي، 6 أشهر لم يكن هناك تفاوض جدي وحقيقي، مطالب مرفوعة من 2015، مسار نضالي متواصل، الجامعة تحتضر آلاف الأساتذة الجامعيين يهاجرون، ميزانية بحث علمية مخابر بحث 0 مليم. مع هذا فإن ممثلي اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين ذكروا أنهم ينوون رفع أكثر من قضية بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حال تم اقتطاع أجورهم. في مواصلة لعقد جلساتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى كل من رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الذين عبروا عن استيائهم لعدم تشريكهم في صياغة مشروع هذا القانون، مطالبين بضرورة إسقاط الباب الداعي إلى سحب إدارة سجل المؤسسات من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ودمجها في مركز السجل الوطني للمؤسسات مثلما ورد بمشروع القانون. أمر أكد بخصوصه رئيس لجنة الفلاحة أنه سيتم استدراكه في الجلسات اللاحقة ليكون هذا المشروع متكاملا. وبالتالي ارتأينا اليوم أنا باش نستمع للسيد وزير الصناعة في جلسة إن شاء الله مباشرة بعد العيد. بالنسبة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لينوربي، معناها مؤاخذتهم الأساسية هو أنه إحداث المركز الجديد في إطار القانون اللي معروض علينا، المشروع المعروض علينا الآن، هو سيلغي الدور اللي كان يمارس فيه لينوربي في إطار السجل التجاري.
مثلت السعدات للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة والقنصلية التي ستنعقد خلال شهر جويليا والمحاور التي ستتناولها ومنها بالخصوص القمة العربية وقمة المنظمة الفرنكوفونية وعضوية تونس بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. مثلت فحوى المحادثات بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية خميس الجناوي بقصر قرطاج. كما استعرض اللقاء مشاركة تونس في قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 31 التي ستحتضنها نواكشوت وتعاون التونسي الليبي وأفاق الحل السياسي في هذا البلد الشقيق. وفي الشأن الليبي يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة مستجدات الأوضاع في هذا البلد، ومن المنتظر أن يلقى البيان الختامي ترحيبا أمميا بالجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الشامل بين الفرقاء الليبي. بمساع فرنسية حثيثة يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الملف الليبي ومستجداته. ففيما أيد مجلس الأمن الدولي مقترح المبعوث الأممي لتجميع مختلف المبادرات تحت قيادة الأمم المتحدة، فإن إعلان باريس المشترك بين الفرقاء الليبيين سيمثل قاعدة أو خلفية لجلسة مجلس الأمن الدولي. فالانتخابات في ليبيا نهاية السنة الجارية هي إحدى أهم نقاط جدول أعمال الجلسة الأممية، وقد تضمن مشروع بيان لمجلس الأمن تداولته وسائل إعلام دولية قبل ساعات من انعقاد جلسته، تضمن دعوة ملحة من مجلس الأمن الدولي إلى تحسين المناخ لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر من السنة الجارية، إلى جانب توحيد المؤسسات في الدولة. كما سيتضمن البيان إشادة بمخرجات مؤتمر باريس الذي انعقد نهاية الشهر الفارط وترحيبا بخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا. بيان مجلس الأمن سيوجه دعوة لجميع الليبيين إلى العمل بروح من التوافق في العملية السياسية الشاملة ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، معتبرا أن الحالة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا لا يمكن أن تستمر. فالأوضاع الإنسانية في ليبيا لا سيما في درنا تثير قلق مجلس الأمن الدولي الذي دعا في بيانه جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، مؤكدا على ضرورة امتثال جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام المدنيين وتأمين سلامتهم ووصول المساعدات إليهم. أقر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من مايو المنقضي، وقد شملت مواد التعديل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق. تعهد رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز بالحوار مع مختلف أطراف المجتمع من أجل التوصل إلى نظام ضريبي عادل يتجاوز مفهوم الجباية. جاء ذلك في تصريح عبر حسابه في تويتر، ذكر فيه كذلك أن الحكومة ستعمل على وضع عقد اجتماعي واضح المعالم يحكم علاقة الحكومة بالمواطن. نختم بهذا الخبر الرياضي. إذ يتحول اليوم الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم إلى روسيا، وقد أجرى المنتخب عشية الأربعاء آخر حصة تدريبية بتونس استعدادا لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في 14 من جوان الجارية. ومن المنتظر أن تواجه العناصر الوطنية السبت المقبل المنتخب الإسباني وديا بمدينة كراسنودار الروسية في آخر لقاء تحضيري قبيل المونديال. إلى تذكير بالعناوين: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا وسط إجراءات أمنية وأخرى استثنائية لفائدة بعض الحالات الخاصة. انتشال 69 جثة في حادثة غرق مركب للهجرة غير القانونية، ولقاءات مكثفة في قرطاج تشدد على التحقيق في الفاجعة وتبحث في الوضع الأمني بولاية صفاقس. وجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع بليبيا، وبيان ختامي حول المساعي الأممية الرامية إلى تعزيز الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في.تي إن. ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.